السابعة، أزمة قلة المحفزات. طبعا هذا موضوع مهم جدا، وأعتقد إذا الآن تكلمت عنه سنشعر به جميعا. أصلا يا أستاذي العزيز، في فائدة أنت أن تتعلم؟ يعني إذا ذهبت إلى مجتمعك، يعني رح تعبيرنا معذرة تعبيرنا اللبناني العامي بطعميك خبز، يعني أنت الآن نزلت وأنت محقق في أصول الفقه ونزلت إلى بلدك وذهبت إلى وطنك، ما الفرق؟ شخص آخر بإمكانه أن يصعد إلى المنبر وينجح بين الناس أكثر منك 10,000 مرة، رغم أنه لا يملك عشر معشارك. ما في شيء يحفزك على أن تتطور علميا، فقط إذا بقيت داخل الحوزة تشعر بالتحفيز، يعني داخل قم أنت تشعر بالمنافسة وبالرغبة في أن تتقدم علميا، لكن في الخارج عندما تخرج تشعر أن هذا الذي كنت تتصور أنك محور العالم ظهر على أنك خارج المنظومة الشمسية. المحفزات قليلة، المحفزات غير العلمية أكثر. الآن يقول لك شخص، اعذروني نتكلم بصراحة، يقول لك شخص أنا تعب روحي 20 سنة وأدرس بحث خارج وفقه وأصول ونظريات وأبحاث، ما الفائدة من وراء هذا؟ يعني بعد أن أذهب إلى بلدي نهايتها إن لم الله سبحانه وتعالى يتدخل بإعجاز منه ويسوي لي شارة بالتعبير العراقي، يسوي لي حالة معينة بهذا التعبير، وإلا في الحالة الطبيعية ما أجد شيئا محفزا أن أتعب كل هذا التعب وأنا لا أشعر، أشعر بصعوبة بالغة، خاصة إذا لم أكن من الأسر العلمية، خاصة إذا لم أكن في فضاء ما يمكن أن يسمح لي بأن أصل إلى مكان ما. هذه حقيقة، هذه حقيقة يشعر بها كثيرون. لا أشعر بتحفيز، لا برتب صوتي أحسن، أشتغل في وظيفة دعوية معينة أفضل، وراء مكتب ممكن أشتغل، ممكن أعيش أكثر، ممكن يكون دائما الإنسان يذهب خلف محفز على أثر محفزات، في محفزات مالية، في محفزات اجتماعية. الآن كونك عالم في الفقه والأصول ليس محفزا إلا في الحوزة، إلا تصير برجع يعني بحث آخر نتكلم. هذه نقطة مهمة، إذن فقدان شعور الإنسان، عدم وجود محيط محفز للعلم أصلا، هذا ليس فقط في الحوزة، هذا حتى في الجامعات. لأن أغلب الجامعيين لا يهمه العلم، لأن ما في محفز، يهمه فقط الشهادة حتى يجد وظيفة، وبالتالي لا يوجد شوق للعلم وإلى الإنتاج وإلى الإبداع العلمي لعدم وجود المحفزات.